شركة ستوديو كيك بلجيكية تعتبر من رائدات الشركات الأوروبية إلا من كل العالمية في تأسيس وتجهيز المحطات التلفزيونية والإذاعية. الآن نحن في معرض في فندق أفريقيا بتجهيزات متطورة جدا عالميا ولم تظهر بعد للسوق. هذه التجهيزات عرضناها أول مرة في معرض الناب في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم مؤخرا في الاي بي سي في أمستردام، وهذه أول مرة هذه التجهيزات المتقدمة والمتطورة أنها تظهر في السوق العالمية وبالتحديد في تونس. اختيار تونس، الغاية من اختيار تونس، الغاية من اختيار تونس لم يأتي هذا الاختيار اختيار عبطي، وإنما نظرا لأن تونس تقوم بتجربة رائعة وهي بلد منشأ الربيع العربي، وحيث نعتقد أن حرية الكلمة وحرية الرأي وحرية التعبير أصبحت تتجذر في هذا البلد، وبما أن حرية التعبير أصبحت تتأصل وتمد عروقها في هذا البلد، فنحن نعتقد أن وراء حرية التعبير لابد أن تأتي تجهيزات متطورة، ولابد أن نساهم نحن كشركة أوروبية في نقل التكنولوجيا إلى هذا الدولة النامية القريبة جدا من الاتحاد الأوروبي، والتي فعلا تحظى باهتمام دول الاتحاد الأوروبي والشركات العملاقة. نحن أتينا هنا إلى تونس بمنتجات حقيقة متطورة جدا، ومن بينها الاستوديو النقال. الاستوديو النقال هو يعني اختزال لتجربة 50 سنة من العمل في مجال الاستوديوهات، حيث طورنا جهاز استوديو محمول يمكن وزنه لا يتعدى 31 كيلوغرام، وهو يتوافق مع قوانين الأياتا التي تسمح لحمل أي شيء داخل الطائرة ما لم يتعدى وزنه 31 كيلوغرام. ونحن هنا لنا استوديو فول اتش دي، يعني كامل ومتكامل. هذا الاستوديو له ميزة أخرى، حيث أننا ألغينا كل الكوابل، وكانت المشكلة والعائق في الاستوديوهات العالمية هي ما يسمى غابة الكوابل. نحن الآن ألغينا كل الكوابل واتعظنا عن هذا بكابل واحد من الفايبر أوبتيك. هذا الكابل يحمل الصوت ذهابا وإيابا، الصورة ذهابا وإيابا، الانتركوم، التليس، ثم الباور اللي هي الكهرباء. فاختزلنا كل هذا في كابل واحد يعني، وهذا الاستوديو يشغل 4 كاميرات في وقت واحد، بما معنى أن التطور الذي يجري الآن في العالم أن الاستوديوهات تذهب إلى الحدث وليست الناس تأتي إلى الاستوديوهات. الديكورات لم نعد الناس تتحمل الديكورات الثابتة في الاستوديوهات، وإنما الآن نعتمد الديكورات الطبيعية. القيمة المادية صحيح أن نحن نتكلم على استوديو تيك. استوديو تيك تعتبر من شركة رائدة جدا في الاتحاد الأوروبي إن لم تكن هي الأولى، ثم أنها شريك وتوأم لمصنع كندي اسمه إيفيرتس. وإيفيرتس هو ما يسمى في عند المتخصصين الرولز رويس في صناعة التجهيزات التلفزيونية. صحيح أنه التجهيزات قد تكون غالية، ولكن هناك مثلا عربي يقول إذا أردت أن تشتري بسعر منخفض فاشتري الأغلى، بما معنى أنك إذا أردت أن تشتري شيء يدوم وتدفع قليل اشتري كل ما هو غالي، لأنك لن تدفع أكثر من مرة، ستدفع مرة واحدة. وإنما إذا اشتريت يعني بضاعة يعني غير جيدة ستدفع قليل ثم قليل ثم قليل، وبالنهاية تكون قد دفعت الكثير. المناقصات أن تقع المونديزون. إيه نحن نشوف بالنسبة للمناقصات، صحيح أن المناقصات تقوم على الأسعار، ولكن نحن سوف نقدم مواصفات عالية جدا، وسوف نراعي بالنسبة للسوق التونسية سوف نراعي الأسعار. في النهاية أعتقد أن قد حان الوقت الآن أن يكون التعاون بين تونس وبلجيكا تعاون مثمر، وأعتقد أن الشركات الكبرى البلجيكية الآن تمد يديها صادقة للتعاون مع المتخصصين التونسيين، وسوف نأتي بكل قدراتنا هنا للتدريب
للتكوين للمساعدة، ونتمنى أن نلاقي تجاوب من الطرف الآخر.